كأنه تأخر راشد. لا هلا بيجي إن شاء الله. إن شاء الله رح تطلع قطعتي أحلى من قطعة سمير بمليون مرة. بكره بتشوفي. لك تعليمك هاد. يلا يلا. تفضل ابن عمي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مين هي يا امو؟ هي مرتي سلوى. تجوزت علي يا راشد؟ ايه تجوزت عليكي. تجوزت عليكي وبدك ترضي. لا ما رح ارضى، وباني قعدت لك بهالبيت ولا تكه. لك يا ابني خبيت على مرتك، خفت تعمل لك عي، انا ليش خبيت علي؟ شحني يا امو. شحني عم خبرك. طيب قل لي لك ابني، قل لي من الاول انه بدك تتجوز على مرتك، كنت قلت لك وحده بنت عالم وناس، مو تتجوز وحده في حدا غيرك كاشف عليها. لا حول ولا قوه الا بالله. انا رضيان يا امو، انا رضيان. اطلعي على الدرج يا سلوى، في غرفه بالصدر اطلعي حطي راضك فيها هلا بالحكي. يلا اي غرفتك. تجوز عليكي هالواطي؟ ومين؟ خطيبة الجير وسعده. العمى بعيونه العمى. مهورة، مهورة كثير يا امي مهورة. والله لا اقهر لك يا وقهرا معه. شلون الليلي؟ انت خليكي هون ونحن على الطريق بحكي لك شو بدنا نعمل. لك الله يقهر قلبك مثل ما قهرتيني الهي. انا بورجيك، انا بورجيك انت وياها. يلا يا امي استعجلي شوي. وليه على عندهم هالبواصين؟ وليه على عندهم رح يجننوني؟ يا عيب الشوم بس، يا عيب الشوم. يا عيب من وشي، بعد من وشي اللي كرعشت بعد. يا على قامتهم. وليش عم تعيطي على ابني؟ مبسوطة يا عروس. احكي معي أنا، ليش جاي لعنا أنت وبنتك؟ شو بدكم؟ حبيبتي، جايين ناخذ غراض بنتي ونتيسر. كثير منيح، هي أوضة بنتك، بتفوتي بتاخذي الغراض اللي بدك إياها والله معكم. فوتي ضبي غراضك، وينك؟ فوتي ضبي غراضك هلا على الصريح خليها نتيسر. مين قال لك اصلا رح نقعد بهذا البيت؟ مرت عمي استهدي بالرحمن ولا تزودي القصه زياده عن اللزوم. انا مو اول رجال ولا اخر رجال بتجوز على مرته. بس بنتي مو ناقصة شيء لحتى تتجوز عليها. انت هيك مفكره. بنتي ما في منها بكل الحاره. يو انت بعينك ما في منها، بس بالحقيقه كل العالم احسن منها. لك يلا يا وصال شو صار معك؟ يلا أمي يلا خلينا نمشي. بس استني شوي لحتى قلها للعروس على القهر والزعل يلي عم يستناها بعد الجواز. وصال خدي أمك الكذابة وروحوا من هون أحسن ما طالع جناني عليها. ها لك وليه على أمتك؟ أنا كذابة؟ كذابة وستين كذابة. يلا الله معكم. خلاص أمي خلاص خلينا نمشي ونروح أحسن. امشي يا أمو. شايب الشوم بس شو بده يحكي الواحد؟ خليني ساكتة أحسن. لك ابني اذا لسه بدك اياها لوصال ليش خليتها تضب اغراضها وتروح لبيت اهلها؟ يا مو انا خليتها تروح لعند اهلها مشان تريح يومين لاعرف اتفاهم انا وياها. يعني لسه بدك اياها؟ لكن يا مو وصال مرتي شلون ما بدي اياها؟ والله رح تجدني. لكن ليش تجوزت عليها؟ يا مو يا مو شو دخلي بهي؟ انا حقي الشرعي انه اتجوز، بس اذا تجوزت مو معناته انه طلق وصال. وصال ما عملت شيء لحتى طلقها. راشد
كأني حاسستك مخبي شي عني، ما هيك؟ لا يا منى، لا لا لا، ماني بخبي شي. لا على إذنك يا منى. باشا على شو عم تدور؟ ولا كلمة. أمرك سيدي، أمرك. لقيت دور الدهوات سيدي. لمين هدول الدهبات؟ مو قلنا. لا أكيد أنت بتعرف لمين بيكونوا هدول. حضرة اليوزباشي والله العظيم ما بعرف لمين. عنك سرقتهم بيت حماق. شو سرقتهم ما سرقتهم؟ وحد الله حضرة اليوزباشي، قسما بالله العظيم ما بعرف شي عنهم. الكراكون منعرف. خذوا حضرة اليوزباشي، وحد الله، وحد. على قبضي يا ابني، على قبضي يا ابني يا راشد. أخذوه على الكراكون يا بنتي، أخذوه على الكراكون. طولي بالك، طولي بالك، أنا رح حل له القصة. كيف بدك تحل إياه؟ مرت عمي، انت خلص صار لازم تعرفي، صار لازم تعرفي ليش تزوجني راشد. ليش دخيلك؟ احكي لي شو في راشد. راشد انجبر انه يتجوزني. انا والمرحوم سعده كنا مخطوبين، كان باقي لنا كم يوم على عرسنا. الله يغفر لي ويغفر له، غلطنا وأنا هلأ حبلي منه. والمرحوم سعده قبل ما يموت وصى راشد فيني كرمال يستر علي ويتجوزني. وراشد وعدني، وعدني إنه بعد ما أولد إنه يطلقني. اسمعيني يا وصال، لا تخربي بيتك بذنب لا انتي ولا راشد دخلكم فيه. انا ماني طالبه شي غير الستره، وباذن الله راشد اخي من هلا ليوم الدين. فروحي، روحي طالعي جوزك من الحبس، لانه صدقيني هو كتير بحبك. ألف الحمد لله على سلامتك يا عيوني. الله يسلمك يا أمو، الله يسلمك ويطول بعمرك يا رب. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا سلوى. سامحني يا ابن عمي، هات إيدك لبوسها. مع إنه اللي عملتيه ما عجبني منه، بس أنا بعزك. روحي الله يسامحك. الله يخلي لي إياك ولا يحرمني منك يا حق. الله لا يحرمكم من بعض. الله يعزك ويسلمك يا سلوى. يا مو، يا مو روحي نادي الدايه، خليها تشق عليها، خلينا نطمن على ابن اختي. تكرم عيونك تقبرني. كتر الف خيرك. على راسي، على عيني وراسي يا سلوى. هلا عم بيقول لها اختي، بس بعد شوي رح أصير حبيبته وأم أولاده يلي رح تجيب له أولاد. شو عم تحكي يا أمو أنت؟ مستحيل يصير اللي عم تحكي. لك أنت مفكرة هيك؟ لك بنتي، بكرة بس يجي الولد رح يخبر كل الناس عنه وكأنه ابنه عن حقه حقيقي، ورح يحبه ويحب أمه على محبته. بس ما رح تروح إلا عليكي لك بنتي، بقى لازم تحتاطي، وغير رب العالمين ما بيعرف إمتى بتحبلي. داي جابت لي عشبة وقالت لي علقكي، بس خلصها بطلع حبلي من هون. إن شاء الله، بس هالشي مو مضمون. وشو الحل يعني؟ جوزك ما هو قال لي بس تولد رح يطلقها؟ مزبوط، بس هي مطولة كتير. لكن اسمعي شو رح قلك.
ابن عمي، مرت عمي الشاي جاهزة. يا سلوى يلا انزلي اشربي. ان شاء الله بعيش وهالديار. ويديك يا رب. يا رب يسلم هاليدين. يسلم ايديكي، عذبتي حالك. صحة وهنا. لا تشربي الشاي. ليش مرت عمي؟ ليش حتى ما اشرب؟ لأنه هي لازم تشرب بالأول من الكاسة تبعك. ليش بدي اشرب من كاسة مرت عمي؟ ليك كاستي بشرب منها. لا بتحطيها هي بتشربي من هذيك، لأنه ما بعرف شو حطيتي بقلبها. لو وصال؟ شو حطيتي بالكاسة وليك؟ ما حطيت شيء، شو بدي أحط يعني ابن عمي؟ ما حطيت شيء. وهذا الظرف اللي مخبيتيه بإيدك شو هو؟ جاوبيها! ماني حاطة شيء. ورحمة أمي وأبي تحت التراب، إذا ما بتقولي شو حاطة بقلب الكاسة لهالبنت، والله يا جيب لك الكركون خليه يحبسوكي. بوس ايدك مرت عمي. على ايدك ليك. شو كان في هذا بيك؟ اعيش بمطحونة كرمال تسقط الحال. شو؟ طلع فيني هيك؟ انت شلون طعمي هيك وليه؟ خفت، خفت انك تحبه وتتزوجه. لك لو حبيتها! خفت تطلعني لاني ما عرفش لك اولاد. لك الله لا يقول لك شو بنت حرام. لك لو كنت بدي اتجوزها ولا بدي اجيب منها 10 اولاد ما بصير تكوني مجرمه ولك! ما بصير! سامح على فوزي بدك سامح. طلعي فيني. انت تجاوزت الخط الاحمر ليه؟ انت طالع. لا طالع! روحي مشي، روحي! الله يجبر بخاطركم مثل ما جبرتوا بخاطري. معروفكم ما رح انساه كل عمري. لو بعيش وبموت ألف مرة ما رح وفيك حقك يا أخي راشد. الله يعطيك الصحة وطولة العمر. الله ييسر لك بجاه سيدنا محمد. اسمعيني يا سلوى، حطي هالكلمتين حلا بإذنك. أنت بإذن الله مثل أختي، مثل أختي اللي من لحمي ودمي. أي شيء بتعتازي أنت والولاد تاخذيه من رقبتي هي، لأنه أنتو أمانة برقبتي. ساعدوا الله يرحمه. أمني أمانة كبيرة وبإذن الله رح كون قدها بإذن الله. من شان الحلال والحرام أنتي طالب. كتر ألف خيرك. خير الله يا بنتي. عن إذنك. الله ييسر الله معك. الله يوفقك وييسر لك أمورك يا رب. لك روح ربي يرضى عليك يا ابني. إلهي السماء والأرض ترضى عليك. تربايتك يا الله يرضى عليك يا حبيبي. خلي لي إياك يا رب. سنه 13 و15 22 22. السلام عليكم يا بي. أهلين يا بي. بضاعتي تبقى أشرف كلها صارت جاهزة بإذن الله. أكدت لك أبني؟ طبعا يا بي، تأكدت مرة ومرتين وثلاثة بإذن الله، مو ناقصة إشي. الله يرضى عليك. سيك رجدي، هاي الورقة فيها كل البضاعة اللي حكينا عليها أبو أشرف، يعني إن شاء الله رح توصل على الأردن وتبيعها بالسوق هنيك، وبتحمل عليها كل شيء قلنا عليه، لأنه أبو أشرف شو قال لي؟ قال لي في بضاعة كثير بتمشي هنيك، ماشي؟ بإذن الله يا بتحملوها من على بكير وبتتيسروه. صار يا بي، وصينا بشي؟ إيه، بدي إياك تجدي المستودع وبتشوف شو في نقص مشان نكمله. يلا بأمرك. صار. الله يقويك. يا ميسر يا رب، الله ييسر الأمر. بسم الله. يلا بعيدنا يا مو. الله معك يا مو، الله معك. تروح وترجع لنا بالسلامة يا حبيبي. الله يخلي لنا اياك يا رب. وانت جميلة، لازمك شيء؟ بدك شيء اختي؟ ما بدي غير سلامتك، ترجع لنا بخير وسلامة يا روحي. الله يرضى عليك، دير بالك على امي. بعيوني، دير بالك على حالك اخي. بعيدنا يا مو. الله يرضى عليك. السلام عليكم. الله معك تقبرني. الله معك، دير بالك على حالك. الله يسلمك.
مثل ما فهمتها، من وصلتك لهنيك بتروح لعند ابو اشرف وهو بيقول لك وين تروح تبيع البضاعه. لا تاكل هم يا ابي باذن الله. اسمع رجدي، مرني يا ابي، بدي وصيك على شغله بتضل حاططها براسك وما بتنساها بنوم، من وقت اللي بتطلع من هون لوقت اللي بترجع بالسلامه. خير بالصلاه على النبي. شو هي يا ابي؟ خير ان شاء الله. بدي اياك تدير بالك على اختك. تدير بالك على اختك. شلون يعني يا ابي؟ والله ما فهمت عليك. مثل ما عم لك. امرك يا ابي امرك. يلا بالاذن. مع السلامه. يا رب يسر الامر يا رب. يا مو بتعرفي والله اشتقت لاخي رشدي، امتى بده يرجع من سفره؟ ما بعرف والله، بس اجى خبر لابوكي انه بكره بعد المغرب بيكون هون. اه يا رب الله ييسر له. امين. قومي يا مو، قومي جيبي لنا حليب. على عيني يا يلا. الله يرضى عليك. حليب ازا حليب يا بيع الحليب. بريدي اختي زكاتك اخي، تعال عبي لي هالطنجره. يلا بس لحاسب جارتكم. حليب الله يعافيك يا اختي، معوضين. يالله حليب تازع حليب يا رب. شارفي يا اختي. لحظة لحظة لساعدك. فوق 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 عني فوق. يخرب بيتك يا باطي، شو عم تعمل؟ استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بدخيلك استغفر الله العظيم. ولك انا كيف هيك عملت؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك. شو بكي يا مو؟ ليش وشك مخطوف؟ احكي يا مو احكي. انت شو عم تحكي؟ هيك عمل هذا الوطي؟ ايه والله يا عبي. ابن عمي انت لازم تحاسبه وما تسكتله. بدي حاسبه وحاسب ابنك معه كمان. ليش شو دخله ابني؟ بس يرجع بقلك. يا مو شو دخله اخي لحتى يحاسبه بالقصه؟ والله ما بعرف. شو هي اللي عملته مع بنتي؟ كبير كثير يا حدو، كثير كبير. والله بعرف يا عبي، وانا جاي لعندك لاستسمح منك. جاي لأطلب السماح. بوس إيدك سامحني الله يخلي لي إياك. لك بعملتك هاي، لك لك عم تقضي على سمعتك وعلى رزقك. لك ببطل حدا يفوتك على بيته يا بني آدم. والله بعرف، والله بعرف، قسما بالله بعرف. بس الله يلعن أبو الشيطان، ما بعرف شو خطر على بالي. لك رأيتها إيدي كانت انقطعت ولا عملت هذا الشيء. بوس إيدك، بوس إيدك سامحني. سامحك بسامحك. لك قسما بالله إذا بتعيدها بإيدي هدول لحتى موتك. بوعدك اني ما عايده، بس ببوس ايدك، ببوس ايدك ستور علي. انا عندي ام وعندي اخوات يتما عم طعميهم ومشربهم براسة السقا. ببوس ايدك لا تفضحني يا معلم ابو رجلي. الله يسامحك. روح من وشي، روح. الله يسامحك. الله يستر على اللي بيستر.
الله يستر على اللي بيستر. نورت قبرني. الله يرضى عليك يا جميل. هاتي ايدك يا امي. الحمد لله على سلامتك، نورت البيت يا امي. الله يخليك، نورت البيت. الله يخليك وما انحرق. طمني، كيف كانت سفرتك؟ الله وفقنا من عالي سماء الحمد لله وبعنا كل بضاعة. الحمد لله تقبرني، الحمد لله. ألف الحمد لله رب العالمين. اخي بدي اسالك، انت مزعله لابوك شيء قبل ما تسافر؟ شو عم تحكي لك جميلة؟ انا بعمري ما فكرت زعله لابوكي. بس انت ليش عم تسالي؟ لا ترد عليها، اختك عم تهلوس. روحي روحي بسرعه اعملي غدا لاخوك. لا يا عمو لا، انا رايح على الدكان، برجع انا وابي بنتغدى سوا ان شاء الله. ماشي يا حبيبي، الله معك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام اخي. لك انت ضروري تشغلي باله لاخوك. ايه والله امي محروق قلبي لاعرف شو ساوى معه. بدي اعرف. طمني عنك يا ابي. والله اشتقت لك. لا سلامتك. الحمد لله بعد كل البضاعه، بالسعر لبنا يا امو، فضل رب العالمين. ايه الحمد لله، الله يقويك يعطيك العافيه. الله يعافي قلبك يا بي. انت زعلان مني شيء؟ متضايق مني شيء؟ ارتاح لقلك. ارتاح. شرف يا بي شرف. يا بي انا ربيتك على الصدق والصراحه، وبدي اسالك سؤال وبدك تجاوبني عليه بكل صدق. بإذن الله يا أبي، الحكومة سادة معك بكل شيء، مرني. يا أبي أنت بسفرتك صار معك شيء ما أنك رضيان عنه؟ شلون يعني يا أبي؟ ابني عملت شيء بيغضب رب العالمين واندمت؟ تذكر ابني، تذكر. صراحة يا أبي، إيه. أحكي. وأنا ماشي اجتمعت بحرمي. الله يجيرك، الله يجيرك. تفضلي. لك يا عيب الشوم عليك. يا بعض ايش هيك عملت انا؟ استغفر الله العظيم. والله تمنيت الارض تنشق وتبلعني يا ابي. استغفر الله العظيم. ان شاء الله سامحني يا ابي. ان شاء الله اعمل لك سامحني يا ابي. صدقك والله. بس ما فهمت شو يعني يا ابي يوميتها. لانه لما سافرت انت وزغزغت النية ومديت ايدك على البنت، اجى بياع الحليب ومد ايده على اختك. يا باطل. لك هدي هدي. اسمع رجدي، دقة بدقة، ولو زدت شوي زاد السقة. فهمت يا بي؟ ومشان هيك يا مرت عمي، أنا بدي العرس يكون الخميس الجاي إذا الله رأى. والله يا عصام انت هيك فاجأتني، يعني مالك شايف انك مستعجل شوي؟ وليش لحتى ما يستعجل يا خالتي؟ يعني اذا البيت موجود وغرفة النوم جاهزة شو ضل لسه؟ ايه سعاد حبيبتي، بس يعني نحن لهلا مالنا خالصين الجهاز. ايه خالتي شو هالقصة العظيمة هي؟ يعني اكيد ما رح نتركها بدون ملبوس بدل، بكره بس تتجوز تبقى بتكمل جهازها على مهلها. شو يا مروة؟ ما سمعنا صوتك. احكي مروة احكي، هذا ابن عمك مكتوب كتابك عليه وهذا الموضوع بيعنيك إليك، احكي لك كلمة. والله ما بعرف يا مو، مثل ما بدكم. وهي مروة خالة وما عندها مانع، بقى خلونا نحدد الموعد الخميس الجاي وانتوا بلشوا عزومه من بكرة. ايه على بركة الله، الخميس الخميس. لا اله الا الله يا رب، الله يتمم على خير. امين. الله يعينك يا عصام على هالوقعه يلي وقعتها. انا وقعه لك اختي، انا وقعه. يعني كثير شايفه حلوه براد الدم لحماتها؟ ايه والله باين عليها كهينه كثير. يا شو عملت لي؟ الله وكيلك شو ما تقولي لا، عم تقول لك حاضر وامين. لك انت بدك تعلمني على هدول الناس؟ انا بعرفهم كثير منيح من تحت لتحت والعياذ بالله. ليش اختي؟ سمعاني عليهم شيء لا سمح الله.
شو بيعرفني اخي ما دخلني خلص يعني وقع الفاس بالراس مش الحال. لك فهميني يا اختي احكي لي اللي تحت لسانك. يعني اخي الله يصلحك انا شايفه انه انت بتستاهل تاخد احسن بنات الحاره بس انت ركبت راسك ركبت راسك وما بدك غير مروه. حبيتها شو بدي ساوي لك يا اختي قسما بالله اذا برجع فيني الزمن لورا لا ارجع اخطبها. هي تستفل اخي حط لك اكل. ليش شو طابخه؟ اللي بدك يا انت امرني وانا جاهزه. لا ما في داعي خليني اروح على شغلي. يلا الله لا يحنيني اذا بخليك تتحني يا مروه. تبارك عندي علقتي العصام فيكي. اي والله لحتى يكون طلاقك على ايدي لخليكي تندمي على الساعه اللي خليتي يحبك فيها. ليش هيك عم تدق الباب؟ صباحية مباركة يا عروس، شمستك عالية، ليش النوم لهلا؟ خير، شوفي. ليك يا حبيبتي، فتحي عينك هالقد، مو يعني عروس وبدك تعدي وتتدللي وتتغندري وتتمختري بأرض الديار، اقعد أنا خدامة عندك، أنا ما بشتغل عند حدا، لهيك من اليوم شغل البيت عليكي وعلي، فهمتي؟ أنا ما برضاها سعاد، أنا ما برضاها هيك. قلت لقلك لأنه أنا أسلوب اللف والدوران ما بحبه مشان نكون واضحين مع بعض من الأول. إيه مثل ما بدك. إيه يلا روحي ساوي قهوة إلي وإلك. يا روحي شو ملاك. الله وكيلك يا أمي ما عم تتركني بحالي. طيب لك مروة أنتي سايريه خديها كرفيقة يعني هيك حاولي تعملي محبة بينك وبينها حسيها بحناني. لك أمي ما تركت أسلوب إلا ما أجيت معها فيه. لك مبارح قلت لها تعالي نلعب برجيس قامت تترت بوشي وقالت لي مو فاضية أنا لهالمسخرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله العليم يا مروة هاي البنت غيرانة منك. غيرانة؟ غيرانة من شو؟ يعني بجوز لأنه أنت أصغر منها تجوزتي قبلها وهي لهلأ ما تجوزت بجوز البنت يعني غيرانة على أخوها أخذ على خاطرها ما بعرف. ليش أمي أنا متزوجت لها أخوها ولا جوزها؟ شو بدك تقولي بهالحالة؟ يعني عقل صغير. شو ساوي أنا هلأ؟ ما قدامي غير أنك تصبري تصبري وتسايريها وتاخديها على قد عقلها. بعدين لك بنتي انت هلا حاولي انك تخففي دلع على جوزك قدام شوي يعني عم ياخد على خاطره هيك شكلها. طيب نشوف شو اخرتها معه. سعاد فيني احكي معك بموضوع؟ خير ان شاء الله. تكوني عامله شي مصيبه او بزعلي عصام مني؟ لا ايوه الله لا يجيب الزعل بيناتنا. لك عم شوفي سعاد انت ليش بتكرهيني؟ ومين قال لك اني بكرهك؟ يعني شو ما عملت ما بيعجبك ودائما بطلب منك نكون رفقات بس ما بتعطيني وش وعلى تسميح حكي طالع نازل. والله انا بحبك. بحبك العافيه. طب بس فهميني انا بدر مني شي غلط؟ هلا بدك تفهميني انه انت بتحبيني؟ يو شلون ما احبك؟ ما انتي اخت جوزي. لكي مروه حركات المسكنه هي مو علي. لا تفكري انه بهالكلمتين بتقدري تضحكي علي ويصفى قلبي تجاهك. انا بعرف انك بتكرهيني وبعرف انك بتضلي توزي براسه العصام مشان يعصب علي وبعرف كمان انه بدك توصلي لمرحله يقلعني من البيت. يو ليش في اخ بيقلع اخته من بيتها؟ لك ايه حاجتك بقى روحي نلعي من وشي صفي ارض الديار. يلا الله يسامحك. ايه تعي لهون طريقك خدي القهوة ما حبيتها صايطة ونايطة مثلك. شو مسكينة بتتمسكن لتتمكن خرب بيتها. ابن عمي
اختك سعاد حكيت لك شي عني؟ قالت لك اني زعجتها بشي؟ اختي عم تزعلك مع هيك. والله العظيم عم شعلها اصابيعي العشرة وما عم يعجبها، وبدي من اول يوم احكي لك وما عم برضى، خايفة تفكر عم عبي براسك. والله يا مروة اختي سعاد عقلها صعب كتير، بس هو قلبها طيبة، وانا وبيني وبينك ما بدي زعلها بعد ما توفوا اهلي الله يرحمه. بعرف لاحظت هالشي من ايام الخطبة، بس والله الحماية ما بتعمل عمايلها. معلش حبيبتي معلش، برجع بقلك سعاد عقلها صعب بس قلبها طيبة، وأنا بيني وبينك مالي حابب زعلها، بس كمان ما بتهون علي إنك تنهاني بهذا البيت. الله يخلي لي إياك. بيخلي لي إياك يا صبية. شو أجمع عليكي؟ بس إنك تخربي لي بيتي؟ لا. يلا مروة، بدك شو حبيبتي؟ بدي سلامتك ابن عمي، بس فيني أطلب منك طلب صغير؟ ولك أمريني. فيني روح على بيت أهلي؟ والله اشتقت لأمي. لك شو علي، روحي زوري أمك. ايه الله يخلي لي اياك. معناتها أنا بخلص شغلي وبمرق لعندكم مشان أسلم عليها كمان. ماشي تقبلني. يلا بخاطرك. عملت لك شاكرية ورز اليوم من تحت إيدي، لا تتأخر مشان ناكل سوا. ماشي أختي ماشي، يلا السلام عليكم. مع السلامة. الشاكرية كانت طيبة طيبة. صحتين وهنا. وليته لقلبك. شو بدك بهالحكي؟ الشاكرية بلبن الغنم أطيب بكتير. تفضل. يلا يسلم الإيدين. ها؟ لا بإيدي. إيه. شو عم تعملي بي؟ جنيتي؟ جنيتي، ايه جنيت لاني بحبك. شو عم تحكي انتي؟ ولا صار لعلك شيء؟ لا ما صار لعلي شيء، ونحن مالنا اخوات، ونحن الاثنين كثير بنعرف انه مالنا اخوات، لا عمك امي ولا ابي ابوك، ولا اخوات برضاعه. ولك ابي وامي لقوكي قدام باب الجامع، وجابوك وربوكي معنا هون بهذا البيت على انك اختي، مشان هيك امي صارت امك وابي صار ابوكي. وما عم بقدر وما عم بقدر، وعم حاول لمح لك بكل شيء، عم حاول بين لك مشاعري، بس انت ما عم تحس فيني. ولك صاير لعلك شيء جنيتي وليه؟ لك مو صاير شيء، انا ما عم بقدر، ما عم بقدر الا ما بين لك مشاعري، وما عم بقدر الا اكره لمروة. لك حس فيني مشان الله، تحس فيني مشان الله. ولك صاحي مشان تعرفي انه هاي المجنونة بدها تخرب بيتنا. لازم تعرفي، لازم تعرفي انه انا بحبه وهو بحبني، وانه نحن مالنا اخوات. لك انا بحبك ايه، بس بحبك مثل اختي. ابي وامي ربوكي كانك اختي، ولك كانوا يعاملوكي احسن مني، بس كنت اسكت قول معلش. شفا عليها هاي البنت لقيطة، بس توصل فيكي انك تخربيتي بيتي؟ لا ما عذرتي بنوب، ما عذرتي. روحي لعند اهلك، تعدي عندهم لبين ما استخري بيت نقعد فيه انا وياكي. هذا البيت رح اترك لك اياه تتهني فيه. فوتي ضبي اغراضك. لا تنسوا الاشتراك في صفحة حارة شوف ليصلكم كل جديدنا.